صار انه معتصمين اكثر من 100 يوم يوم وزاره التعليم العالي، ولحد الان ماكو اي استجابه. اليوم احنا يوم رئاسه الوزراء انتظر الكتاب يوقعونه، يعني ما يصير هيك الغيره. يعني احنا 360 نائب موجودين في قبه البرلمان، ماكو واحد عنده غيره يشوف هالنسوان هذني؟ ها؟ يعني ماكو واحد يشوف هاي المناظر اللي جايتك من الناصريه ومن البصره ومن العماره وهيك. يعني اللي نترجاه واللي نتامله من عندهم انه ينظرون هالشريحه هاي المثقفه، شلون ينهضون بالبلد؟ يعني بعد الحرب العالميه الثانيه اللي صار انه الامم شلون، ترى اليابان شلون كانت؟ اليابان خرابه، اهتموا بقطاع التعليم العالي تربيه، احنا ذني اللي نهضن بالمجتمع. اذا انا لليوم وهاي هالشريحه مهمشه منذ من عام 2008 لليوم، يعني لو تتعين بالواسطه 360 نائب لو ياخذ له على 10 10 8 8 ويضمونه وهيك هم يصير حل. ما صار لنا اكثر من 100 يوم الصيف بالحر وبالبرد وهيك ومعاناه. يعني والله والله اذا يقولون عم احنا لا، البعض يقول انتم مسنودين من جهه حزبيه من جهه سياسيه، ارد اقول له والله العظيم لا مسنودين لا من جهه ولا شيء. الاكل اللي ناكله وتشوفوه هذا من جيوبنا، قاعد نبات ونسوي. يقولون العدد مالتكم انتم رافعين 1200 وهيك وهيك. عمي هذا الانصاف حمد الشهادات كافه، مو بس ال 1200 اللي نايم ل 1000 اللي نايم ل 100 يوم يساوي اللي قاعد باوكرانيا ويفتح استماره الالكترونيه ويقدم ويحصلها ولا. فاللي اترجى من السيد عادل عبد المهدي ان يكون عادل. اذا ما استجابت المطالب احنا مستمرين، قلت لك مستمرون لحد ما تتحرك غيرتهم علينا، نبقى مستمر. مو 100 بعد 200، مو 200 اكثر. احنا خرجنا مطالبين بحقنا بالتعيين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، منا خريجين من 2006 و2007 و2010 حد 19 مطالبين بحقنا. صارنا 103 يوم نايمين بالشارع، من يوم 16/6 احنا بالشارع، كنا بالتحرير 20 يوم، بعدين انتقلنا تصعيدا من وزارة التعليم العالي، هناك تهميش، هناك تسويف للمطلب. هسه حاليا وصل كتابنا بعد ما اشتغلنا به، وصلت موافقات الكتاب على مكتب سيادة رئيس الوزراء الدكتور عادل عبد المهدي، منتظرين توقيع من عنده، منتظرين ينصفنا، منتظرين يحل هالناس المحافظات اللي عندنا من الرماده بايت صار له شهر، اللي عندنا بنات من الناصريه يصير تجوا قاعده بالشارع وسووا مشاكل ويا اهلها، تقول لهم انا جاي على مود حقي، جايه من الموصل، جايه من الرماد، جايه من البصره، جايه من العماره، محافظات العراق كلها. نطالب بحقنا، هو التعيين بحقنا، ما نطالب ما نريد غير حقنا. فانصفونا انصفونا وباقين ان شاء الله، والله باقين ومستمرين. واذا ماكو استجابه وشفنا تهميش هذا مو تهديد، بس حقنا الطالبي. ما اقبل بالظلم، ما اقبل، راح ابقى بالشارع وابقى معتصم، ويكون هناك لي تصعيد، هناك لي راي اخر، لان احنا كفاءات العراق. اسمعوني جيدا، والله العظيم كل شيء فكروا بس بشغلتين، امل لا تقطعون ويأس لا يكون عندكم قد ما نظلم. طبعا صار لنا 102 يوم احنا حملت الشهادات العليا من كافه المحافظات معتصمين يعني بالقرب من وزاره التعليم العالي. المعاناه اللي مرينا بها ما مر بها اي يعني حامل شهاده عليا بكل دول العالم، الا حامل شهاده بالعراق. نلاحظ انه مفترش الارض والارصفه وطبعا متحمل كل المعاناه في سبيل انه ياخذ حقه. احنا يعني خلينا نحكيها بصراحه، كنا وما زلنا على حق ونطالب هذا الحق، الى الان لم نجد الحلول الواقعيه والفعليه. الان وصلت المرحله الى يعني الى مرحلتها النهائيه، فنطلب من الدكتور عادل عبد المهدي انه يساهم بحل هذه المشكله. والان الكتاب كتاب اللي خاص بحمل الشهادات العليا على مكتب الدكتور عادل عبد المهدي، فنطلب منه انه يوقع هذا الكتاب، وايضا يضع بالحسبان انه هؤلاء حملت الشهادات العليا هم جاؤوا لخدمه البلد، فمن الممكن انه يستغلهم ويطور ما
مؤسسات الدولة واقتصاد البلد. فندعو من هذا المكان ومن خلال يعني قناتكم المؤقتة انه ينظر الى حملة الشهادات العليا على انهم ابناء هذا البلد، انهم يعني جاءوا من اجل انه يساهموا في تطوير اقتصاد البلد ويعني تطوير امكاناته، لان هذه الطاقات الشبابية لابد ان توظف. فرسالتي الاخيرة الى دكتور عادل عبد المهدي، بما انت راعي الاول والمسؤول التنفيذي المباشر على رسم السياسة العامة بالعراق، يجب أن تنظر إلى هذه الكفاءات لأنهم أبناء هذا البلد، فيجب إنصافهم، وإنصافهم بماذا؟ بأن نتوقع الكتاب اللي خاص يعني بتعيينهم وبالتالي توظيفهم مؤسسات الدولة في سبيل أن يخدمون هذه الدولة. يعني حملة الشهادات العليا هم ثروة البلد، يعني دخلوا بالشهر الرابع لليوم، يعني ما حد سأل عليهم، نحس بهم طبقة مهمشة، طبقة غير مرغوب بها عند الحكومة العراقية، غير محترف بها. يعني شنو الأسباب؟ بس احنا نريد نعرف مثلا كل الاعتصامات، كل المظاهرات اللي طلعت كلها، يعني كل جهه تابعه للوزاره، فنشوف الوزير مالتها واقف لها، الوزير مالتها يدافع لها، وزير الزراعه البارحه طلعوا زملائنا البيطريين فاجاهم ساندهم وقف لهم. احنا لحد الان لا وزاره تعاونت ويانا، يعني ما نقصد اشخاص، لا بيها اشخاص، لكنه كوزاره بشكل عام المفروض تصر وتعلن فتشي. يعني احنا كنا نامل من وزاره تقول اني يعني اضرب عن الدوام، تضرب جامعات عن الدوام الا تشوفون صوره حل للطبقه المثقفه اللي صار لها اربعة اشهر بالشارع، ما حدث هذا الشيء. زين، رئيس الوزراء ما مطي اي اهميه، هواي جونا مسؤولين اغلبهم مجرد للصور للاعلام، اخذوا صور وراحوا، انطوا وعود بس كل وعودهم مزيفه، ما لمسنا اي شيء على ارض الواقع. ولحد الان يعني لحد الان هم احنا في نفس الديدة، نرجع المربع الاول، ما حصلنا اي شيء، ولا يمكن راح نحصل معتم شيء، لكنه خلي يعلمون وليعلم الكل احنا قضيتنا طلعنا من اجلها، وقلنا قضيتنا يعني تموت وياها، تبقى عيش وياها. فمستحيل بانه نترك قضيتنا او نترك مطلبنا او نترك حقوقنا، احنا صاحبين حق وصاحب الحق لا يكل ولا يمل، وخلي يعلم الكل بمرامي الحكومة. احنا الان لحد الان سلمية، لكن لا، كل شيء له حدود، كل شيء له حدود، خلي الكل يسمعون، ليش يشوفونا ساكتين؟ لان احنا اخلاقنا شهادتنا ما تسمح لنا نسوي هذا الشيء، لكنهم نحس هم لازم نتصرف فيهم غير تصرفات، لا، فراح نتصرف غير تصرفات، وراح يعني نتصعد غير تصعيد، وراح يعني نسوي فعاليات اللي ما هي ببالهم، ما موجوده. حتى لو كانت يعني مع احترامات لهم ان كحمل شهادات ما تليق بينا، ردا لهم لانهم يستحقون هذا الشيء، فلازم نرد عليهم بالمثل. اعتصام حملة الشهادات العليا الماجستير والدكتوراه لاكثر من 100 يوم، ابتداء الايام الاولى من الاعتصام بداية الشهر السادس كانت في ساحة التحرير، ثم انتقلت بداية الشهر السابع إلى وزارة التعليم العالي أمام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للمطالبة بالحقوق، وهي التعيين لحملة الشهادات العليا. يعني مسيرتنا أثناء هذا الاعتصام وسيرتنا هي النوم في الشارع والمبيت على التبليغ، وتحملنا كافة الضغوطات والمعاناة والمخاطر. أحد زملائنا من حملة الشهادات العليا دكتور محمد يرقد الآن في المستشفى لأنه تعرض إلى عملية دهس وهو نائم في ساعة متأخرة من الليل، وأيضا قبل يومين عبوة ناسفة تنفجر بالقرب منه في رأس الشارع الذي ينام فيه حملة الشهادات العليا. لا لشيء، لأننا نطالب بحقوقنا، نحن حملة الشهادات العليا نخبة المجتمع، لن نكل ولن نمل على المطالبة بحقوقنا، واتخذنا طريق المطالبة بالحقوق عن طريق الاعتصام والنوم في الشارع. نحن نرى أن هذه كرامة، لكن
هي في عين الآخرين ذلة، لكنها كرامة لنا، هي مطالبة بالحقوق، هي ليست عيب، هي حرية، هي ثورة، هي خروج على الظلم. نحن نرى أن حملة الشهادات العليا هم النخبة، هم الكفاءات، إهانتهم هي إهانة للعراق، إهانة لعلم العراق، والعراق وعلم العراق يجب أن لا يهان، نحن نحمل علم العراق. صار لنا 100 يوم وفوق نجي هنا لبغداد بس ماكو اي حل، طلعنا لان ظلم، كان اكو قرار 59 بس ما حد يطبقه، تجي تعيينات تروح للمسؤولين تروح للواسطات للمعارف، احنا طبعا ماكو اي حل، انه ارتئينا ان نسوي اعتصامات، الاعتصامات هاي وصلت ل 100 يوم ماكو اي حل لمشكلتنا، يعني يجينا النائب يجينا الاحزاب تجينا هواي وفود بس ماكو اي نتيجه. مطالبنا هي تعيين حملة الشهادات، مطالبنا انيه، مطالبنا مستقبليه هي تعيين يشوفون حل لمشكلتنا، احنا اعداد 5000 شخص عندنا ظلم، يقولون انتوا لازم ترحون، اكو طلع نائب بالبرلمان يقول احنا اذا نعين الكفاءات لعت هاي الاهليات يا اهلي درس بها، ليش احنا يعني شنو ذنبنا؟ زين هي الاهليه اساسا عقودها يعني لو والله اكو عندنا اهليه 100,000 و 80,000 واكو اهليات ما تنطي يعني احنا ما تنصفنا اجر، انا صديقتي تطلب لها اهليه 1.5 مليون وقل لها ما انطيك، شو تسوي؟ ماكو اي دليل عليها ولا تقدر تشتكي، شو تسوي؟ ويمنعها مره ثانيه، نسمع فلان تعين، نسمع فلان تعين، منين اجت؟ بس اريد افتهم اذا ماكو درجات منين تجي هاي الدرجات؟ اذا للاحزاب وللواسطات وللمعارف احنا شنو ذنبنا؟ احنا مظلومين، احنا ما طلعنا دافعتنا جهة سياسية، لا والله احنا طلعنا مظلومين، يعني والدة انا عسكري كملت الماجستير كله بصرة وحلة وكربلة، اريد اكافئه، اريد انطي بعد يومين انطي حقه، اقول له يابا انت تعبت هذا حقك، يريد يطلع تقاعد اقول له يابا انت كافئ، هاي انا اريد اشوف ثمرة تعبه، احنا كسرتونا، تروح للأهليات استغلال، لو استغلال يعني بالأموال، لو استغلال غير أشياء ما نريد نذكرها، تروح للحكومي تاخذ محاضرات يعطيني 80,000، 80,000 وين أوديها؟ وين تروح؟ أنا فتحت له مركز بالناصرية على مود أشيل بس مصروفي، الله شاهد، اشتغلت منظمات مجتمع مدني، احنا عندنا كفاءة عندنا طاقة، أنا تخصصي رياضة، اشتغلت ويا صندوق الأمم المتحدة على مود أدخل السلام وأنشر السلام بالرياضة، يعني احنا كفاءة، احنا أنا مدربة رشاقة، يا حكومة احنا عندنا طاقات، احنا نريد نفيد الدولة، أنتوا تقولون التعليم هابط، احنا نريد نبني، نريد نعمر، مو طالعين على غير شغلة، احنا مطلبنا بسيط. هي تعيين حملة الشهادات العليا، ما نريد لا مراكز ولا أي شيء، ما نريد بس تعيين، هذا حقنا. والله العظيم أي تخاذل، أي برود، أي فك للاعتصام، شوفوا 5 يباتون بالشارع يشكلون ضغط على دولة كاملة، 5 بس الخمسة زين مثل هاي تطلب الناس. ارجعوا اقول اسمعوني حسن، ما جاي اسمع، رحم الله يديك يا ولد، اسمعوني اكو حمل ثقيل يطيح علينا، صحيح نبات ونجوع ونتأذى ونضرب ونهان، الناس تقعد ببيتها ما يخالف، ولكن وقت النزول لا تسكت. طبعا احنا صار لنا اكثر من 100 يوم بالقرب من وزارة التعليم العالي، إلى الآن لم نجد أي حل ولم لم ينصفنا أي أحد. بالنسبة للاعتصام هذا إحنا كل يوم ثلاثاء نجي يم رئاسة الوزراء نتظاهر، وهناك معتصمين موجودين بالاعتصام بالقرب من الوزارة. طبعا لحد الآن لم ينصفونا أولا، ثانيا يعني بصراحة الشباب ممكن نقول تعبوا، ليش؟ لأن درجة حرارة الشمس الأرض
اللي نايمين عليها احنا بحساب الجو حار، والصيف بصراحة كله قضيناه بالشارع. احنا نرجوه ان يلتفتون انه ويشوفون يعني شنو يريدون ذول حملة شهادات العليا، شنو يريدون بالضبط. يعني ما من المعقول 100 يوم انت ما شايف لحل. هاي واحدة. اثنين، عندنا الاخوان يعني يجون من كافة المحافظات العراقية، ليس فقط بغداد، من الموصل ومن الانبار ومن البابل ومن كل المحافظات. يعني بصراحة يعني ما قاعد يعني الجاية اللي قاعد يجيها قاعد ياخذ يعني يستلف فلوس في سبيل هاي الجاية. يعني ما من المعقول انتم ما تنصفونه 100 يوم بهذا الحر. هنا يعني اكثر من 17 او 18 مظاهره فقط يم رئاسه الوزراء. حق مشروع يعني ما معقوله 17 جايه بس لهنا من غير ال 100 يوم، ما معقوله ما انصفتنا. زين اذا هسه قاعد يقولون الكتاب واصل يم رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، وقع عليه، خلي يشوفون الشباب يعني يشوفون شغلهم، يشوفون حياتهم. يعني الى متى هذا الشيء؟ بصراحه الاعتصام مستمر، لان احنا قلنا الا اوامرنا بيدينا، يعني نرجع الا اوامرنا بيدينا. يعني ما معقوله احنا ضالين 107 يوم او 5 يوم الى الان، ما معقوله نستسلم بهاي السهوله، مستمرين بالاعتصام لحين تحقيق المطالب.